السنوات التي عاشها السيد حنفي في بكين جعلته يشعر بحقيقية تحسن بيئي والتغيرات الإيجابية التي حدثت في الحياة اليومية للناس والسهولة التي جلبتها التكنولوجيا وابتكار إلى حياتهم. بالنسبة للبرنامج البيئي، الحكومة الصينية أبدت اهتمام فائق بالنسبة لبرامج التنمية البيئية وإيجاد البيئة الصالحة بالنسبة للمواطن الصيني وبالنسبة لضيوف الصين ككل. فأنا جيت في الصين للعمل في سفارة جنوب السودان منذ العام 2012، فكانت حقيقة مشكلة البيئة كانت مشكلة، حيث كان يوجد الضباب حوالي 3 أسابيع في الشهر، ولكن الآن أصبح فرق كبير جدا. بقينا نتمتع باللون الأزرق بالنسبة للسماء، حتى بقينا نشعر بحرارة الشمس في أجسادنا. فهذا يجسد تلك الخطة الجبارة بالنسبة للحكومة الصينية للعمل الدؤوب من أجل خلق بيئة صالحة بالنسبة للمواطن الصيني وبالنسبة لضيوف الصين. والآن الصين التزمت التزام تام في مؤتمر باريس بالنسبة يسمى الكوب 2 للتحول البيئي والخطة لعام 2050. فكان هنالك جدية خاصة من الحكومة الصينية بأنه يكون هناك التزام تام. الآن عندما تسافر في كل مدن الصين تجد هنالك تحول بيئي إيجابي. فنثمن هذه الجهود من قبل الحكومة الصينية، وأن تدعم الحكومة الصينية الدول الصديقة من أجل إيجاد برامج تنموية بيئية سليمة وصحيحة للتوصل إلى مستقبل مشرق. بعد السنة الأولى تعودت على الإعاشة في الصين، وجدت كثيرا من الأصدقاء الصينيين سهلوا لي المعيشة وأدوني صورة إيجابية عن ما هي الصين الحقيقية وليس التي نسمعها في الخارج. فعندما جينا للصين كنا في بادئ الأمر نقوم بشراء معاملاتنا أو نقدا أو استعمال الكرت البنكي، ولكن الآن بالتطورات في التكنولوجيا أدت إلى أن الشركات مثل ويتشات والألي باي وكل الشركات بتاع التقنية أدت إلى ربط التعاملات اليومية في التلفون، وهذا أدى إلى تسهيل كل الأعمال التي تقوم عليها. الآن وأنت في المنزل ممكن تحجز التذكرة بالنسبة للقطار أو الطائرة، وتحجز الفندق للمدينة اللي أنت ذاهب إليها، وتعمل كل اتصالاتك، وتكون في منتهى السهولة في التعامل مع الحياة اليومية. فلذلك هذا شهدته ما بعيني، وهذا فرق كبير بالنسبة للشخص يسمع وبالنسبة للشخص رأى بعينه. فأحيي الحكومة الصينية لتوفير كل السياسات لتطوير الشباب ولتطوير الجيل القادم لتحمل تلك المسؤولية في تحقيق الحلم الصيني والمستقبل المشرق بالنسبة للدولة الصينية العظيمة.